تحديدا، إذا كنت نجم تفيدنا في النقطة متاعك الخارجية خميس بأكثر تفاصيل. مساء الخير فاطمة، تحية ليك ولكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. باش نبداو من في جولتنا في ولاية تطاوين اللي كنا نتابعوا فيها منذ قليل بصور أخونا وصديقنا نور الدين العزلوك في الشوارع الرئيسية والطرقات والأحياء والحوم هنا في ولاية تطاوين وفي مدينة تطاوين، اللي وقفنا صراحة على نسبة عالية وكبيرة برشا من الالتزام بحظر الجولان والحجر الصحي الشامل في ولاية تطاوين. ما دمنا نحكيوا على الحجر الصحي الشامل، حبينا نعطيكم شوية أخبار إن شاء الله تكون مفرحة برشا في جهتنا، في جهة تطاوين ومدنين وجابس. اليوم كل التحاليل اللي صدرت بحسب المديرين الجهويين للصحة بتطاوين ومدنين وجابس كانت سلبية، لم نسجل اليوم ولو حالة إصابة بفيروس كورونا، وهذا يسعدنا كثيرا. إن شاء الله تتواصل هذه الأخبار السارة ويواصل المواطنين في جهة الجنوب الشرقي للالتزام بالحجر الصحي الشامل والتقيد بإجراءات اللي وضعتها وزارة الصحة ومختلف المتدخلين في الحكومة التونسية في الدولة التونسية بطبيعة الحال مختلف الوزارات. لكن في الحقيقة اللي شاهدناه اليوم كذلك الحزم الكبير اللي لاحظناه من اليوم إلى آخر من ساعة إلى أخرى من قبل القوات الأمنية مختلف الأسلاك متاعها، سواء شرطة الشرطة كذلك الحرس الوطني والقوات المسلحة العسكرية اللي يتأمنوا في دوريات على مدار الساعة خاصة بداية الصباح إلى حدود الليل في كل المناطق، وخاصة تسهيل مسألة قضاء المواطنين لحاجاتهم أمام الإدارات العمومية. نحكيه خاصة على المعتمديات، نحكيه كذلك على مستوى البريد التونسي، فيها مجموعة كبيرة من المبادرات من قبل الناشطين في المجتمع المدني لتنظيم هذه الخدمات وتنظيم الصفوف أمام المؤسسات وأمام الإدارات، كما ذكرت بمعاضدة قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها وكذلك قوات الجيش الوطني اللي تأمن مثل هذه الخدمات. كذلك في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي ككل فاطمة، مد تضامن كبير برشا، تبرعات كبيرة برشا بكل المقاييس هنا في جهة تطاوين في مدنين في جابس، وهذا مهم برشا. خلى المظاهر اللي شفناها في خاصة في بداية الأسبوع الماضي ونهاية الأسبوع الماضي في بعض المناطق ما لاحظناهاش هنا في جهة الجنوب الشرقي بفضل برشا التبرع، برشا مد التضامن من قبل الأهالي هنا سواء في الداخل أو في الخارج. لكن بطبيعة الحال هذا ما يخليناش نطمنوا أكثر على الوضع، لابد كثير من اليقظة والحزم في تطبيق القانون، وهذا يطالب به المواطنين صراحة فاطمة هنا في جهة الجنوب الشرقي وفي تطاوين بالأساس، يطالبوا بتطبيق القانون والناس كل يلزمها تلتزم بالحجر الصحي الشامل. لخاطرني في تطاوين نحكيوا على منطقة راس الواد اللي نتمنوا لها إن شاء الله بطبيعة الحال أهليهم إلا السلامة والأمان. أكيد. نعرفوها الآن اللي هي مغلقة، أكيد اكتشفوا برشا حالات أفقية فيها، وإن شاء الله بطبيعة الحال يواصلوا الناس لهنا في الالتزام. أكيد زميلنا خميس بوطان مرحبا بك، نشكر زميلتي فاطمة بن جمعة اللي كانت أمنت ساعة اللي قبل، وكما قالت باش نكمل حتى شي ساعة الحادية عشر بطبيعة فما الأخبار مع ثمانية في خليك في دارك الوطنية تعطيك الصحيح. سي خميس بوبتان مرحبا بك مرة أخرى، ونشوفوا معاك في الأجواء بمدينة تطاوين تطبيق القانون. كان تعطيني فكرة صغيرة بما أنه ما نجمش ما نسألكش على حال المستشفيات والاستعجالي، هل فما استعجالي قاعد يصير بعد الحظر التجول وإلا لا، وشنو أحوال صحة مواطنينا اللي قاعدين يمشيوا ياخذوا الأدوية متاعهم معناها يداولوا على المستشفيات والمؤسسات الصحية في تطاوين بطبيعة مش اللي عندهم الكوفيد 19. بالفعل وكما ذكرت عواطف، ولما دام نتحدث على كوفيد 19 واخبار يهم اكيد باش تحدث عليه مع ضيوفك الكرام بعد قليل، كما ذكرت ما سجلناش حاله اصابه اليوم وهذا اسعدنا وافرحنا برشا في جهتنا في تطاوين ومدنين وجابس، ما سجلناش حتى اصابه. مجهودات تبذل على مستوى المسارات والمسالك اللي تمت في المستشفيات الجهويه في ولايه تطاوين ومدنين وجابس والمستشفى الجامعي في مدنين وكذلك المستشفى الجامعي في جابس، فما مسالك خاصه بالفيروس كورونا، لكن كذلك على المستوى الخدمات الاخرى
الاخرى ما زالت متواصله في عديد الاقسام في هذه المستشفيات، لكن صراحه عواطف كي نحكيو مازال برشا نقص على مستوى الخدمات الاخرى، على مستوى الاختصاصات الطبيه اللي بعض الاختصاصات ماهيش متوفره صراحه في هذه الفتره في المؤسسات الاستشفائيه خاصه الجهويه، نحكي على تطاوين او مدنين او جابس او جربه، برشا تخصصات ماهيش موجوده، مثلا طب التوليد والنساء في المستشفى الجامعي في مدين ماهوش موجود، برشا تخصصات اخرى في المستشفى تطاوين على خاصه على مستوى الانعاش والقلب وغيره ماهيش موجود، كذلك على مستوى المستشفى الجهوي بميك جردان، ونعرف ان منطقه حدوديه ومنطقه متاخمه للحدود التونسيه الليبيه فيه برشا نقاص على مستوى الطب الاختصاص، لكن اللي لاحظناه صراحه هو الحرص الكبير اللي رادة الكبيره من الاطارات الطبيه والشبه الطبيه اللي موجوده في الولايات هذه اللي تشتغل في المؤسسات الاستشفائيه العموميه اللي تسندها كذلك في الحقيقه المساحات الخاصه والقطاع الخاص والاطباء في عياداتهم الخاصه من اجل تقديم الدعم للمؤسسات الاستشفائيه العموميه. ما ننسوش عواطف، وتعرف جهتنا خاصه هي جهه معروفه بالعدد الكبير من المهاجرين من ابناء تونس المقيمين بالخارج، برشا مبادرات تضامنيه لمساعده هذه المؤسسات الاستشفائيه، نحكيو على مقام به المواطنين المقيمين بجهه بمعتمديه جرجيس الصيلي، المعتمديه المقيمين بالخارج اللي تبرعوا باموال كبيره من اجل دعم المستشفى الجهوي بجرجيس، كذلك اهالي ولايه تطاوين قاموا بمبادره كبيره من اجل دعم ومسانده المستشفى الجهوي بتطاوين اللي وفروا اكثر من 100 مليون دينار للمستشفى الجهوي بتطاوين، نحكي كذلك على المبادره اللي قام بها جمعيه الاطباء او وداديه الاطباء بمستشفى صادق المقدم بحومه السوق مع ابناء جزيره جربه المقيمين خارج حدود ارض الوطن اللي وفروا برشا اعتمادات وبرشا تجهيزات، وان شاء الله بطبيعه الحال كذلك ابناء مدينه مدنين عملوا حمله للتبرع على المستوى المحلي الجهوي اللي تقودها المنظمات الوطنيه والهلال الاحمر والاتحاد الشغل وغيرها من المنظمات في ولايه مدنين، ويسندها ابناء جهه مدنين بالخارج. هذا بطبيعه الحال هبه كبيره من التوانسه المقيمين بالخارج ولهنا، ولكن ما بصراحه ضروري برشا خميس يقولوا الاهالي دعم المؤسسات الاستشفائيه. اكيد يعطيهم الصحه خميس بوبتان على كل المجهودات اللي قاعدين يقوموا بهم، والمهم انه المراه الحبله تولد في وقتها وتولد بدون مشاكل ولاده لا ليها ولا الجنين، هذا الهام جدا كسوسوا في مدنين او في تطاوين او في اي مكان في تراب الجمهوريه في هذا الظرف الاستثنائي. هذا حاجه اخرى خميس، كيف نشكر كل اهالي تطاوين على حرصهم على تطبيق القانون وتطبيق الحجر الصحي واحترام التجوال وحظر التجول، هذا هام جدا. مرة أخرى يا خميس أكيد أنه باش يكون فما بعد كوفيد 19، وأكيد أنه كله باش يتراجع بالنسبة للصحة في تطاوين أو في تونس العاصمة، وأكيد وهذا نوعدك به إن شاء الله. شكر جزيل لك، وشكر للأمن خاصة والحماية المدنية والحرس الوطني اللي قاعدين يأمنوا في سلامة المواطنين، وما نتصورش أنه مرة باش تولد ما يهزوهاش في الأمبولانس ولا ما يهزوهاش في سيارة إسعاف أو سيارة شرطة حتى تتمكن من الولادة في ظروف طيبة. شكر جزيل لك خميس على هذا التواصل، وبالتوفيق لك ولكل فريق العمل معك. إذا نشكر كذلك كل من يأمن في الاستريمينج في هذه البرمجة الخاصة بالقناة الوطنية، خليك في دارك الوطنية تعطيك الصحيح. إيمان الوسلاتي كذلك نشكرها على تأمين الربط المباشر. اليوم سنتحدث عن في هذه الساعة أو الأقل من ساعة عن الناس المرضى اللي ما همش كوفيد، اللي ما عندهمش فيروس كورونا، كيفاش يتعاملوا مع الأطباء متاعهم، كيفاش يتعاملوا مع المرض متاعهم وعملية الاستعجال وخروجهم للقيام بعيادات، كيفاش يأمنوها وكيفاش يأمنوها لهم الأطباء وكل ما هو يحيط بمحيطهم كان في البيت أو خارج البيت بالنسبة لهذه المؤسسات الاستشفائية. وأيضا سنتحدث عن أدويتهم، كيفاش قاعدين ياخذوا في أدويتهم الناس اللي ما همش معنيين بالفيروس كورونا، لكن هم معنيين بطريقة مباشرة في أنهم يحافظوا على أنفسهم، وأنه الأطفال اللي معاهم والأهالي اللي معاهم ولا الشبان اللي معاهم يحافظوا عليهم حتى لا تصيبهم أي أمراض، خاصة منهم الأمراض المزمنة. وكنا شفنا وكلكم تعرفوا أنه تأثير فيروس كورونا على الأمراض المزمنة كبير برشا، وينجم اللطف يا ربي يؤدي بحياتهم. نترحم على اللي توفوا اللي هما 23 لحد الآن من الأشخاص اللي كان سبب في وفاتهم فيروس كورونا، الله يرحمه ورا يصبر أهليهم. وأيضا ما نوصيش أنه الناس كل زي ما تكون حريصة على احترام السلامة الصحية
كل ما هي التوصيات اللي تهم هذه السلامة الصحية. نبدأ بتقديم ضيوف الحاضرين معنا اللي باش يرافقوني طيلة هذا الوقت المخصص لهذا الموضوع. تحضر معنا الأستاذة والدكتورة رافلة تاج دلاجي وهي مكلفة بمهمة بوزارة الصحة، مرحبا بك دكتورة. يحضر معنا الدكتور سليم بن صالح وهو رئيس الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء أو المجلس الوطني لعمادة الأطباء، مرحبا بك دكتور. ويحضر معنا الدكتور والأستاذ إلياس بوعجينة وهو رئيس الجمعية التونسية لأمراض المفاصل والعظام، سيادتك كذلك رئيس قسم بمستشفى فرحات حشاد، ونشكرك على قدومك من سوسة في هذا الاختصاص. وأخيرا وليس آخرا يحضر معنا الدكتور رياض قيسي وهو متفقد مركزي بالصندوق الوطني التأمين على المرض، مرحبا بك. ورفقنا كذلك عبر الهاتف كل من الدكتور جلال بوبكر رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي حتى يتحدث معنا على نفس الموضوع، وأيضا مش يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة أنيسة بوعسكر رئيسة خلية الدكتور جلال بوبكر بمستشفى الرابطة، ودكتورة أنيسة بوعسكر رئيسة خلية الإحاطة النفسية بالنسبة لضحايا الكوارث. البداية باش تكون معك دكتورة رفلة تاج دلاجي، أو قبل ذلك نشوفوا الخريطة وإحصائيات اللي هي متاع البارح، نشوفوها في انتظار الإحصائيات الجديدة والتحاليل اللي باش يخرجوها مختلف المخابر اللي موجودين بتونس وخارج تونس. إذا 623 إصابة بالنسبة بفيروس كورونا، 23 وفيات الله يرحمهم وينعمهم، 135 مازالوا تحت الحجر الصحي، وكما تشوفوا موزعين على الولايات ال 24 ولاية بهذا هذه الأرقام. حبيت نقول اللي كذلك في العالم العدد يتزايد قاعد، و 1,490,154 حالة فيروس كورونا أصابت البشر، 87,317 توفوا من جراء فيروس كورونا، و 319,017 هما اللي نجوا من فيروس كورونا. إذا مرحبا بضيوفي مرة أخرى، ومعك دكتورة رفلة تاج دلاجي. تقلص العمل بالنسبة للخط الأمامي بالنسبة للمستوصفات، وأصبح يعطي كان الدويات فقط وبعض ربما العيادات للأمراض المزمنة. تعززت مستشفيات جهوية وتعززت مستشفيات جامعية بالناس اللي كانت تخدم في هذه المستوصفات حتى يكونوا معناها متجندين مع الأطباء الموجودين بالمستشفيات الرسمية اللي هم موجودين فيها، حتى لا يصير ضغط وقع تقسيم المسالك بالنسبة لكوفيد وبالنسبة للمسالك الاستعجالية الخاصة. مواطنين ما فماش كان الناس اللي عندها حالات كورونا فيروس، والناس كل تعتقد أن المستشفيات محلولة كان للأشخاص هذوما، لا بل هي أيضا تلبي في الخدمات الصحية. كيفاش نسقتوا حتى يتحصلوا أهالينا اللي عندهم أمراض مزمنة أو أمراض استعجالية أنهم يتحصلوا على الخدمة الصحية؟ شكرا عواطف، موضوع نتفكر وقت كلمتني قلت لك انا راني مستيق في كوفيد، راهي كوفيد موا الناس المرضى الاخرين، الامراض الغير ساريه. امراض انا مهتمه بالامراض الغير ساريه، ولكن كان باش نتكلموا اليوم نتكلم على الكوفيد موا لو سيركوي دو سي مالاد. تعرف بعد الفوعه تاع اول ما بدينا بور لا جيستيون دو لا كريز دي كوفيد، صحيح كل جهود مشات لل كيفاش اون فا جيري سيت كريز وكيفاش قاعدين، ولكن احنا من دورنا زيتا في المنظومه الصحيه كوزاره كغير وزاره، انا قدامي الكونساي دو لورد، باش احنا نهتموا بالامراض الاخرين. ساعة مثلا الامراض المزمنه، تعرفوا من شير الامراض المزمنه هذم هما تشكل خطر هما بيدهم، كان احنا ما نتلهاوش بهم كان باش تلهاو كان بالمرضى وبالكوفيد، راهو فما برشا ناس باش يتضروا. ما نحبش نقول حاجه ما تنجم بوافوا ناس عليهم كلها تموت لدياره وما تتحسرش على الخدمه، قلنا خاطر يخافوا ما يمشيو سيغ مورتاليتي سيغ موربيديتي للابيتويال بارابور او كوفيد، وهذا كل قاعدين احنا متفطنين به. واحنا قلت لي نحكيو المرضى الاخرين، هما راهم حكينا توا من الوقت اللي باش نحاولوا نعملوا ان اكيليبر انتر
مواصلة العمل ومواصلة الخدمات الأساسية ما بين المرضى اللي عندهم خدمات أساسية وما بين المرضى الاخرين كوفيد. وقت نحكيوا على الخدمات الاساسيه، انت صحيح حبيت على الامراض المزمنه كما اللي عنده ضغط الدم واللي عنده مرض السكري واللي عنده امراض الجهاز التنفسي امراض الجهاز التنفسي واللي يتكيف هو وبيدو اللي عنده مرض تاع هو بيدو اون بلوس اخيسك، اللي عندهم المرضى اللي عندهم الامراض السرطانيات اللي ياخذوا في الدوايات ان تريتمون ايمينو سوبريسور للمناعه، هذم هما كلهم ما يلزمناش ننساوهم. هل هكا المنظومه نتاعنا مش وقفت؟ هي راهي انت سالتي سؤال، راهو احنا المنظومه نتاعنا ما وقفتش، ولكن لربما لي زيكيب معناتها سواء الطب الفرق الصحيه، الفرق الصحيه الطبي وشبه الطب. وقت نحكي الفرق الصحيه وقت نحكي معناتها ما نحكيش المنظومه العموميه بركه، ولكن حتى لو سيكتور بريفي سارتان مومون تلهاو بالكوفيد وتوا يلزمهم يتلهاو، يفو فيغ ان غي اكيليبر بور سا. وقت نحكيو زاد الخدمات الاساسيه بخلاف الامراض المزمنه، فما زادة أمراض الغير السارية، فما التلقيح، احنا ما تنساوش اللي عملناه كان عندنا اون ايبيديمي تاع الحسبة، كان يتيح ما نلقحوش وليداتنا ينجموا اون بو افواغ اون اوتر ايبيديمي، فما كيما تحكي قبيلة على المرأة اللي يلزمها عندها الحق باش تولد في ظروف طيبة، فما المرأة فما متابعة الحمل الأقوياء الموجودين اليوم القوابل قاعدين يخدموا، يذولي فما صفوف في صفوف القوابل وصفوف مثلا بعض المراكز نتاع انا باش نجاوبك ديوان الاسره والعمران البشري سكرت يقول لك احنا مش محميين ما نجمش نامن كيفاش تحمي انا محمي مش محمي نحمي الهاجس نتاع الفرق الصحيه كل تعرفوا لازمك تفهم فما خوف الهاجس الكلهم هو في دافواغ دابور دي ان ايكيبمون دو بروتيكسيون يكونوا محميين. هل اليوم ماهمش كيما قلت سيادتك هي منظومه وانتم تصرفتوا فيها، تصرفتوا في المستوصفات وديسباتشينغ نتاع الاطار الطبي وشبه الطبي، ايضا ما قريتوش حساب هل الناس اللي باش يمشيوا لهم او الناس اللي موجوده في المراكز نتاع مثلا الموانع الحمل او حتى بلانين فاميليال معناها حتى كان من الاول ما تميناش بهذا توا اون ريكيليبري اليوم المراه الحامل والمراه اللي تحب تاخذ موانع حمل والمراه اللي تحب تسال عندها مشاكل موجودين ولكن على قدر امكانيه الفرق اللي قاعده وين ينجموا يمشيوا؟ ينجموا يمشيوا لمراكز الصحة الأساسية ولكن فما التنظيم في هذه المراكز حسب الجهات وفما حتى المندوبيات الجهوية تنظيم العائلي هما رجعوا يخدموا يمكن سختم هما من الأول ما فهموش وسكروا لظروف كيما الظروف ما فهميش حتى مرة ما يأيو أن أخطر باش يقولوا لهم سكروا اللي قلنا الخوف عمل اوردر راهو الخوف عمل اوردر ولكن زاد كيف قلنا نقصوا من كل ما هي عيادات العيادات العاديه افخوا اللي تنجم تستنى تقول نجم تستنى نجموا مانيش باش نحكي لك على توسكي شيرجي توسكي نجموا هما اما اما من بعد نجموا ينقصوا اما من تو سكي لي زورجونس نورمالمون التلقيح مثلا سيادتك ذكرت وانت مختصه في امراض طب الاطفال في طب الاطفال التلقيح اللي مثلا عنده جمعه مؤخر جمعتين قداش ينجم يصبر ما يلقحش صغيره ولا يخرج يلقح لا يخرج يلقح هو دو فاسون البارح معناتها باش نعطيك اخر حاجه البارح السيد الوزير عمل فيديو سكايب مع كل المديرين الجهويين ومن جمله السؤالات التلقيح قاعد يخدم ولا لا؟ المراقبة الحمل تخدم ولا لا؟ والأمراض المزمنة قاعدين تعطيو فيهم. محقق اللي مش يمكن اللي كانوا عنده في الفريق كان عنده زوز حصص في الأسبوع، لعل وقت اللي الفريق نتاعو نقص ومشى للمستشفيات
لربما دونك حكايه التنظيم زاد تقليل والناس ما يجيوش ما يجيوش باش نشوفوا علاش في الناس ما يجيوش زاد ينجموا هما ينقصوا اما ماذا هو اذا كان الاطار الطبي والشباب الطبي مش محمي وما عندوش وسائل الوقايه عنده الحق باش يقول لك انا ما نقبلش مرضى زاد انا نعديهم كان انا مريض ولا هما زاد كيف يعديوني هذا يقع تنظيمه ديما كي ناخذوا قرارات راهو تونس كامله القرارات اللي تاخذ فيها انت تاخذ قرار منا الدوله تاخذ قرار منا والناس تخرج للشارع من هنا غير كو باش يشوف هو معني بك القرار هذاك ولا لا يمشي حتى المؤسسات على حاجه ما عنده فيها حتى دخل يمشي في باله انه هو زاد معني بذلك معناها اليوم يلزم كيما كي ناخذوا قرارات ولا نعملوا ديسباتشينغ نبدلوا نوجهوا الوجهه تتبدل باش نمشي نعدي في بقعه اخرى يلزم نوفروا كل ما هو مؤمن للمرضى وكذلك احنا هذا كل قاعدين وفي غير مزيغ نعرف بشويه بشويه قاعدين اللي قاعد فيه النقص قاعدين فو غاتخبي فيه لكن راهو المواطن ما يستناش ومرضه ما يستناش وخايفين عليهم من انهم يقعدوا في ديارهم وما يخرجوش للعلاج لا ونزيدك احنا تفطنا بهذا جوست دقيقه تفطنا احنا بهذا وعملنا مع الشركه نتاعنا مع الشركه نتاعنا اللي هي منظمه عالميه للصحه والصندوق الدولي للامم المتحده قاعدين نخدموا مع بعضنا وعملنا دي جروب اللي فيهم اوسي بيان رعايه صحيه الاساسيه الديوان الوطني للاسره عمران بثشري لي سوسيتي سافونت الاطباء باش نحاولوا مع بعضنا نحلوا الجمعيات العلميه باش نحاولوا مع بعضنا المهم نلقاو فرص ونحلوا ديوان الأسرة والعمران البشري قاعد يحل في مراكزه قاعد يرجع يحل في مراكزه حل انا مازلت كي كلمتهم اليوم بركة هذا هو خاطر الانسان ماذا بيا تكمل تعالج كيما كانت قبل وتسال كيما تسال وتتحصل على موانع الحمد ما كانش باش نلقاو بوم بعد الكوفيد بوم تاع ولادات دكتور سليم بن صالح شنو نجيك لك انت والقطاع الخاص كيفاش ايضا نتعامل مع هذا هل الناس اللي سكرت كنا قدمناهم في بدايه الجائحه هذه قالوا سكرنا وقعدنا نتعاملوا بالهاتف لكن رجعوا زعما اليوم ورجعوا فما نعرف شكون رجع حل لكن كما قال ياخذ بالرونديفو ما يقبلش ناس كل فرد وقت وياخذ وقته معاه ويعطيه الاوردونونس ويكشف عليه بكل حمايه اللي يلزمها تكون موجوده. هل فما اشكال ايضا في القطاع الخاص؟ اي انا مانيش ملاهي كان بالقطاع الخاص القطاع الخاص والقطاع العام كلهم تحت السلطه نتاع العماده. دونك حتى في انا نحب نحييهم الكل ساعه هذوما اللي قاعدين يخدموا الكل واللي خايفين مش يخدموا نقول لهم ما تخافوش ارجعوا اخدموا معناتها نظموا اموركم وارجعوا اخدموا واحميوا نفسكم هي خاطر احنا قاعدين نحاولوا مش نوفروا لهم وسائل الحمايه ونحب نشكر زاده الامن والجيش اللي هما قاعدين والحمايه المدنيه والحمايه المدنيه والحرس والناس اللي لابسين الكسوه الكل الكسوه اللي هي ماهيش اللون الابيض الخضراء والزرقاء والحمراء والبيضاء فهمت احنا عسكر الصحه وهما عسكر الباقي الكل الحمايات الكل هذوما على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه مش يطلبوا من المواطنين انه يحافظوا على هالحجر الصحي خاطر اهم حاجه هي توا في الوقت الحاضر هي الحجر الصحي خاطر ماهمش قاعدين يطبقوا في الحجر الصحي مع الاسف في المناطق التونسيه الكل في تونس وضواحيها وفي الجنوب وفي برشا مناطق احنا في 15 مارس خرجنا بلاغ مش ننبهوا الطب على اللي قاعد يصير اول حاجه قلنا يلزم وسائل الوقايه خاطر ما تنجمش تخدم بدون وسائل الوقايه وقتها مازلنا في البدايه معناتها ما وصلناش للحاله هذه الوضعيه كانوا بعض الحالات في والدرس خذيناه من البلدان الاوروبيه كيفاش مستشفياتها كانت اول مكان للكونتامينيشن وشفنا في الصين كيفاش عملوا الوقايه واحد وقلنا هذايا اول حاجه هي الوقايه يلزم الدوله توفر الوقايه لمنظوريها اللي يخدموا عندها واحنا حاولنا زادة من ناحيتنا احنا مش نوفروا الوقايه بالامكانيات بتاعنا وعملنا حتى معناتها العماده خذات على عاتقها مش شريت اول مستلزمات الوقايه ووزعتهم على المناطق السته اللي هما تحت السلطه بتاعنا وقلنا في الحاجه الثانيه قلنا يلزم الأطباء يعاودوا يجدولوا وينظموا كيفية العمل متاعهم علاش مش معناتها ما عادش يقبلوا المرضى مع بعضهم معناتها يحاولوا في النهار كيفاش هذا صاير ينظموا الواحد لكن عمرنا ما قلنا أنه مش يسكروا العيادات متاعهم قلنا لهم عاودوا الجدول والأوقات متاع المرضى متاعكم نظموه بكيفية أنه ما عادش تلقى أنت والمساحة اللي عندك ما تلقاش معناتها مرضى اللي هما مش تحد من العدوى أي فهمت إيه؟ ومع وسائل الحمايه ومع وسائل التنظيف وكل شيء مش تحاولوا معناتها تطبقوا هالشيء هذا إيه؟
وقلنا زادة أنه راهو أهم حاجة هي أنه يكونكم المرضى متاعكم المزمنين، معناتها اللي عنده مرض مزمن يلزمكم ما تنسوهمش، ويلزمكم تشوفوهم، والمواعيد متاعهم ما تفلتوهمش، معناتها مش هما ياخذوا الدويات متاعهم والوصفات الطبية متاعهم تتعمل في الوقت بكيفية أنهم معناتها ما تصير لهمش مشاكل. وفما ما فماش كان المزمنين، فما الحاجات الاستعجاليه زاد يلزمكم تعملوها، الحالات الاستعجاليه جلطه القلب وجلطه المخ كل الاختصاصات، فما حالات الولاده يعني اللي يجيك عنده وجيعه في كرش وتطلع ابنديسيت تقول له انت تو على خاطر هذا الكوفيد ينجم يعطي عوارض حياته باش تمشي، معناتها ديجستيف، يا اما كرش وتجي ولا عنده وجيعه ولا واحد انت تقول تو على خاطر تو في الوضعيه هذه الناس كلها كوفيد بوزيتيف حتى ما فماش مشاكل العكس. ما فماش مشاكل، فما مشاكل معلوم، فما مشاكل. المشاكل هي في الوقاية، على خاطر حتى طوى في الوقت الحاضر وسائل الوقاية ما عندناش، الناس الكل ماهيش موفرت لها كيف السبيطارات. فما أقسام في المستشفيات، وإحنا ما شاء الله الشباب بعدين هما اللي يجيبونا في الأخبار، على خاطر هما اللي يهزوا في الإعانات حتى من عندنا احنا. احنا طوى العمادة قاعدة تبعث في وسائل وقاية للمستشفيات وللخط الاول في المستشفيات، دكتور يعني ليزونس والواحد. توك يسمعوك المواطنين يقول لك انا نحب نمشي داو، كي تقول لي انت مش محمي هابش يقعد في الدار. لا توا قاعده تحسن الوضعيه، فهمت؟ فما لي ماسك، هو يمشي بالماسك نتاعو، يصنع حتى الماسك في الدار في بتاعه. الدار وياخذ الموعد الواحد، وقلنا وقت ويغسل يديه على القليله حتى بالتليفون، كل طبيب يراجع المرضى نتاعو بالتليفون باش يسال عليه شنو احواله، وين وقتاش التبديل الوصفه الطبيه، وقتاش يلزم يجي مشكلة هذه قاعد يتحل. واذا كان فما مشاكل يلزم ينجم يعيط له ويشوفه، يا اما يشوفه في العياده نتاعو ولا يشوفه في المصحه، اذا كان عنده مصحه مش يشوفه في بقعه اللي نجم يشوفه فيها بدون خطر على المريض. خاطر هما الناس تو كلهم يخايف، حتى اللي يقول لك انا نمشي تو نتعدى. احنا تو حتى في المصحات واخذين الوسائل الوقايه، مش حتى حد ما يدخل المصحه قبل ما يدخل المصحه يقيسيلو سخانته ويسالوه عندوش واحد عوارض ولا واحد باش يقع توجيه المنطقة اللي هي معناتها مجعولة للأمراض هذوم. لكن هذوم كان المستلزمات توس، على خاطر كما قلت أنت إذا كان هذوم ننساوهم وقت اللي نخرجوا يمكن من المشكلة هذه تعرضنا مشاكل كبيرة، كما قلت قنبلة موقوتة معناتها هذه مش بومبا روتاردومون، مش شنو اللي مش يصير منها. فلذلك معناتها احنا نعاود نطلب انا من الزملاء معناتها اللي في القطاع الخاص مهما كان المنطقه اللي يخدم فيها، وحتى الزملاء هما توا رجعوا القطاع العام يخدموا في القطاع العام، انه ان شاء الله معناتها كيف يلزم ينظموا اوقات العمل نتاعهم، واللي رونديفو يعطيهم دي رونديفو اسباسي، مش ما بين كل مريض ومريض نص ساعه، مش يلقى الوقت هو مش يحضر معناتها العياده نتاعو، مش يقبل المريض اللي بعده بدون. والمهم انه المريض كذلك ما يلزموش يبخل وما يمشيش يعد. وبعديش توا نحكي على كيفية الوصفات نرجع. الطبية اي هنا جايين مش اللي انت ما عطيتوش الحرية متاع الاي اوردونونس، يعني الوصفة الحرية لا الوصفة يلزم عبر الانترنت. هنا جايين هذا الجزء الثاني. معنا عبر الهاتف دكتور والاستاذ جلال ابو بكر رئيس قسم امراض الجهاز الهضمي. مرحبا بك دكتور بمستشفى الرابطة. مرحبا بك. مرحبا بك وبالاخوه الضيوف نتاعك زملائي الاعزاء. دكتور كنت تسمع فينا وانت عايش هذايا وعندك مرضى يجيوك للمستشفى ومعناها للخدمه الصحيه ويجيو يعديو عندكم في مستشفى الرابطه وهما يسكنوا بعاد، وحظر التجول هذا يمنعهم من انهم يتنقلوا، كيفاش عشت هذه التجربه وذولي وصلت حتى بالتليفون انت والصيدلي اللي في المنطقه مع المريض حتى تقول له راني انا طبيب وراو نسمح له باش ياخذ وهذا على خاطر ما عندوش وصفه طبيه في يده؟ انا يظهر لي الموضوع هام وهام جدا. اكيد. هام وهام جدا لانه يلزمنا ان نكونوا متاكدين اللي احنا عاملين كل ما في وسعنا باش نحدوا من مشكله الكوفيد باش ما تصير لناش أزمة متاع أنه يهجموا علينا مرضى اللي ما نجموش نقوموا بها، ولكن في الآن نفسه يلزمنا نكون واعيين اللي فما مرضى آخرين بتجينا، يمكن كما قلت وكما قالوا الدكتور سليم بن صالح نخافوا لا يكون يعني بعد جمعتين ولا ثلاثة أنبوم متاع مرضى، ولكن مرضى في حالة صعبة وحالتهم تعكرت، ولكن يلزمنا في النفس نوجد حلول
تكون تتأقلم وحالة الحجر الصحي اللي هو أهم حاجة في الوقت الحاضر. فأنا كي حبيت نتدخل باش نأكد على النقطة هذه وباش نقول لك اللي في المستشفيات مثلا مستشفيات الجامعية كما اليوم أنا نعرف اللي في مستشفى الرابطة فما 120 مريض راقب بس ما فماش أكثر من 120 مريض. هذا هو اللي خوفني. نقول أكل المرضى الأخرين الكل اللي كانوا في الأقسام تاع مستشفى الرابطة وين هما؟ فيلزمنا نلقاو لهم الحلول اللي تتأقلم والحل الحجر الصحي. أنا نحب ندخل على ثلاثة مستويات. المستوى الأول مسألة العيادات، يلزم الأقسام تلقى طرق موازية باش تتصل بالمرضى نتاعها. أنا نعمل العيادة نتاعي بالهاتف ويوم الاثنين كان عندي 22 مريض منهم 12 ما همش من تونس العاصمة، من خارج تونس ما ينجموش يتحولوا حتى باش ياخذوا الدواء نتاعهم. يلزمنا حل على مستوى المستوصفات باش الأخوة الأطباء نتاع القطاع العام يعطيوا الأدوية ويشدوا على الأقل ليزوردونونس نتاع المرضى هذوما. اثنين، يلزمنا مع الأخ نتاع الصندوق القومي للتأمين على المرض، التأمين على المرض، نلقاو زاد حلول فيما يخص الأمراض المزمنة وفيما يخص الادويه الخصوصيه. هاني جيد كمان سبيسيفيك ندخل فرد مره ونمشي وتو نقعد نسمعكم. وهذه زاد يلزم فيها حل باش تكون على الاقل الصلوحيات نتاع اللجان الجهويه تكون في المره هذه تكون اكبر في المده هذه باش ما نقعدوش نستناو في اللجان المركزيه اللي هي باش تعطي الدواء ولا ما تعطيش. وفي نفسه انا نحس على انه في المستشفيات الجامعية يقع تكوين كما وقع تكوين لجان خاصة بالكوفيد، يقع تكوين لجان خاصة من أجل استراتيجية باش ترجع العيادات بصفة تدريجية وباش ما نتيحوش في مشكلة المرضى اللي باش تتعكر حالتهم وهم ما يحبوش يجيوا للمستشفى لأنهم ما نجموش يجي. شكر جزيل لك دكتور جلال بوبكر على هذه الملاحظات هامة جدا لأنك تعيش فيها، هذه تعيش فيها كل يوم أنت وكل الأطباء بالقطاع العام أو القطاع الخاص. معك باش نرجع لك بعد باش ناخذ فكرة عليها. معك دكتور إلياس بوعجينة والأستاذ، مرضتك ياخذوا في أدوية فيها كورتيكويد وياخذوا في الكلوروكين أو ياخذوا في الهيدروكسيكلوروكين، بطلوا ما ياخذوهمش وإلا شنو عملوا؟ ومش الكل، فما اللي يتصل بيكم، كيفاش تعيشوا هذايا اليوم وكيفاش تتصلوا بمرضاكم وهل قاعدين ياخذوا في دوايتهم ولا لا؟ يعطيك الصحة. نحب نقول للمرضى هذوما اللي عندهم نقص في المناعة بالمرض نتاعهم وعندهم نقص في المناعة بالأدوية اللي ياخذوا فيها. دونك سي اون سيتواسيون بارتيكولير. هذوما ناس نقول لهم أول حاجة الشعار خليك في دارك. أول حاجة خليك في دارك. أما تواصل بالدواء متاعك كما هو، دونك ما عندكش علامات اللي هي فيها سخانة ولا حاجة. داكوردو؟ دونك اللي ياخذوا في الكورتيزون ولا ليزيمينو سبريسور ولا الأدوية البيولوجية الكلهم يقعدوا نفس كل كيف كيف. داكوردو؟ هذه أهم حاجة. المشكلة كان يوقفوا في الدوايات متاعهم وبرشا قاعدين يوقفوا مالوغوزمون. علاش؟ يوقفوا خاطر خايفين، خاطر قالوا لهم عندكم نقص في المناعة وراو تنجموا الفيروس هذا يتحول لكم بسهولة، ولا خافوا وقفوا من نفسهم ما غير ما شاوروا الطبيب. هذه حاجة معناتها مهمة، يقعدوا في نفس الدواء ياخذوه كيوفيلهم الكونتيتي. صحيت حاجة مهمة برشا، ماذا بينا يجدوا. كيفاش يجدوا؟ احنا عطينا تو بالنسبة لطب اختصاص في الروماتيزم ولا في أمراض جلدية ولا الطب الباطني شو قلنا لهم؟ نعملوا ليزوردونونس معناتها ويبعثوا الأقرباء نتاعهم ياخذوا ليزوردونونس هذوما. احنا علاش؟ باش هما ما يمشيوش للسبيطارات ولا يمشيوش للعيادات الخارجية باش ما يتعرضوش للخطر. متفق. دونك عندك الكورتيزون ولا الأدوية البيولوجية كلهم يقعدوا كيف كيف. باغ كونتخ يلزمنا نردوا بالنا بالنسبه للادويه ضد الالتهابات، نخافوا منهم شويه، نقولوا لهم اللي هما شنو فيه؟ نون ستيرويدا، نخافوا منهم في الايام خاطر يهبطوا المناعه. مش خاطر يهبطوا، خاطر لاحظوا في الدراسات خاصه في الصين فما برشا ناس كيف تجي عندهم نزله برد ولا سخانه ياخذوا لي زونتيفلان، ورات اللي الكوفيد كيف ياخذوه ويعملوا لهم
تعكرات كبيره برشا. دونك شنو نقولوا لهم؟ ماذا بهم ياخذوش الادويه نتاع ضد الالتهابات هذا. باغ كونتر الكورتيزون يعرفوهم هما. نعم يعرفوهم. يعرفوهم يميزوا بيناتهم. قاعدين نقول لهم يميزوا بيناتهم بالطبيعه. خاطر مثلا نعطيك اكزامبل، مثلا الالتهاب في الكولون فيرتبرال لا سبوندلارتريت هو الدواء نتاعهم ياخذوها على طول. قلنا لهم راهو تحاولوا تنقصوا لو ماكسيموم وتعوضوه بالباراسيتامول. واحد عنده سخانه مش لازم ياخذ اونتي انفلاماتوار، خاطر عندنا العاده هذه احنا اللي يمرض بروم يمشي ياخذ اونتي انفلاماتوار باش يفرهدوا فيسا. نردوا بالنا خاصه مع الكوفيد. كونسيرنون البلاكينين، عندنا مرضى الامراض الالتهاب المزمن. البلاكينين اللي هو ليدروكسي، هو ليدروكسي كلوروكين. سمعوا ان الناس تحكي على الكلوروكين وعلى ليدروكسي كلوروكين. سمعوا برشا. تعاملوا مع ذلك؟ تعاملوا احنا العامه مشاو يشريوا في الكلوروكين والبلاكينين، قال لك مش يحمينا، الوغ كو هو ما يحميش راهو. نزيدوا ناكدوا راهو هو ما يحميش. ليهم هما المرضى اللي ياخذوا فيه لازم يقعدوا ياخذوا فيه، ما يوقفوش. هذا سوز اوردونونس هو. سوز اوردونونس. توك احنا تفاهمنا الجمعه اللي فاتت، عملنا اجتماع مع الدي بي ام ومع الفارماسي سنترال، وتفاهمنا ان المرضى ينجموا ياخذوا دواياتهم يلقاهم في لي زوفيسين بالاوردونونس مع بيان سور اون ليتر ريكوموندي، ومش ياخذوا الدوايات نتاعهم، ما يلزمهمش يقصوا عليهم. عندك الكورتيزون ا بتيت دوز جوسكا 10 ملي غرام، وعندك البلاكينين يلزم يقعدوا ياخذوا فيه. لكن بالنسبه للمرضى هذوما يقعدوا ياخذوا فيه، تو انت تعرف هو خذيته الدوله تقريبا، قالوا انه الدوله خذيته حطته عندها وماهوش يتباع. هل يتباع وقت اللي لا لا تو موجود في لي زوفيسين وينجم بالاوردونونس. بالاوردونونس يلزم بالوصفه الطبيه. واحنا شنو تفهمنا الاوردونونس بور 3 موا، وكل شهر يمشي ياخذ الدواء نتاعو. وكما قلنا ماذا به يبعث شكون مش هو يمشي، راجل كبير ولا مرض مزمن ولا حاجه باش نخاف. بار كونتر المرضى هذوما كان عندهم شويه سخانه ولا عندهم يشكوا اللي هما عندهم الكوفيد، نعم يوقفوا الادويه نتاع لي زوفيسين. نقول لك انا اذا كان عنده اعراض فوالا يوقفوا الكورتيزون، ما توقفش، خاطر احنا نعطيو دوزه صغيره ما نفوتوش ال 10 ملي غرام يقعدوا بها، وماذا بينا ما يهبطوش البلاكينين يقعدوا به. بار كونتر الادويه الاخرين كلهم لي زيمينو سوبريسور بون مش نجم نسميهم، ولا الادويه البيولوجي يوقفيهم، يوقفوهم ويكلموا الطبيب نتاعهم. هذا مهم جدا. وقتها يوقفوهم، وهو الطبيب نتاعهم ان شاء الله كيف يعملوا سيركوي وكيف الاجراءات العامه هو يقول لهم وقتاش يرجعوه. من شنو خايف انت؟ خايف انا المشكله اللي عندنا برشا مرضى. انا تو باغ اكزومبل البارح في فرحه حشاد عندنا 4 مرضى ياخذوا في الادويه البيولوجيه، جا منهم واحد اكهو. علاش؟ كيف نكلموهم؟ احنا نتصلوا بهم بالتليفون، شو يقولونا؟ يقولونا ما فماش موان ترونسبور، ما عندهمش وسائل نقل، يسكنوا بعاد كما قال سي جلال بكر ما ينجمش يجي. دونك احنا نخافوا شهرين ثلاثه المرضى هذو بكل مش فماش متطوعين يخرجوا لهم يهزوا لهم الادويه. حاول مش ادويه، فما ادويه لازم يعملوها في السبيطار دي بيرفيزيون، فما ادويه نوع ادويه فما يتعاملوا اون سوكوتاني. حتى المجتمع المدني قاعد يشتغل، ينجم يجيبهم قاعد يشتغل ويعاون. فما الكشافه، فما الهلال ظهرت في الازمه ذي اللي التوانسه تعاون في بعضها، لكن هذا ناقص. كما قلت انت كما قالت مدام دلاجي قبيلي، راهو نخافوا اللي دون دو تخوا موا باش نلقاو المرضى هذوما الكل، وراهم عدد هام كبير باش يجيونا كلهم اون بوسي، ونخافوا من هذا. هذا هو ان شاء الله وصل. دكتور رياض قيسي، انت متفقد مركزي بالصندوق الوطني للتامين عن المرض، كيفاش تعاملتوا مع اخذ الادويه؟ فما ناس عندها امراض مزمنه، فما ناس عندها لا بي سي اي اللي تاخذ في الدويات، الناس الكل تعرفوا هذا تاخذ في دويات بالثلاثه شهور، كيفاش تعاملتوا معاهم؟ كيف هي المعامله مع الوصفه؟ فما ناس ايضا تاخذ في ادويه خاصه اللي تجيها عندها كوموند سبيسيفيك، معناها تجيها بالذمه ليها هي من عند الفارماسي سنترال، تطلبها حتى من برا وتجيبها له بالذمه ليها. كيفاش تعاملوا معها؟ فما ايضا ادويه حياتيه كيما الناس اللي عندها السرطان، كيفاش تعاملتوا مع هذا؟ والمنظومه نتاعكم انا نعرفها قاعده ماشيه نحو تعزيز الرقمنا عندها بالكارت لاباس وبال برشا حاجات قاعده اوفيغيا مزيور. هل الكوفيد عمل اكسيليراسيون، معناها جرى شويه في ربما المعاملات او التفكير في اعطاء الادويه عن بعد؟ شو ما كيفاش تعاملتوا؟ ما هي المنظومه؟ كيفاش نظمتوها؟ وكيفاش قاعدين تتعاملوا؟ والاجراءات اللي خذيتوها مع المواطنين؟ بارك الله فيك مدام عواطف، نشكرك على الموضوع الذكي اللي افكتيفمون باش ما تخلقش ازمه في تكفل بطريقه يكون غير صحيحه ولا نون ادابتي للسيتياسيون بالنسبه للمرضى المصابين خاصه بالامراض الثقيله والمزمنه. كوفيد 19 نيجاتيف، هذوما معناها اشكال تطرح نجموا كما قلت انت نركزوا على الكوفيد بوزيتيف وننساو النيجاتيف. جوستومون
دونك الصندوق كما تعرفوا هو جزء من منظومة صحية أخذ بعض الإجراءات الضرورية، الهدف منها هو المحافظة على استمرارية العلاج، ديمومة الخدمات الصحية اللي يتمتعوا بها منظوري الصندوق، وخاصة احترام إجراءات الحجر الصحي العام. ش عملنا كإجراءات تقليص كل الوضعيات اللي نجم يكون فيها المضمون الاجتماعي حاضر قدام الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى المراكز الجهوية. دونك ش عملنا في الإجراءات هذوما؟ عملنا إعفاء المضمونين الاجتماعيين من الحضور لدى الصندوق، لدى مصالح الصندوق، وإيداع المطالب الخدمات الصحية مباشرة في صندوق، عملنا صندوق خاص بهم يتحط الخدمات الصحية نتاعو غاديكا. علاش؟ باش نخليو الفضاءات الاستقبال فارغة وعدم تواجد تكاثر الناس واللي هو يمثل خطر نتاع عدوى. دونك أي مواطن عنده خدمة صحية يتعدى يصب الخدمة الصحية نتاعو في صندوق خاص، وبعد 24 ساعة الصندوق يقوم بإعلامه بالريفيرونس دو دوسي وأجيال عبر الهاتف. عبر الهاتف أي. عبر الرساليه الاس ام اس تخدم عبر الهاتف انتو. لا عبر وهذه فرصه باش ناكد انه الخدمات الصحيه كل المطالب يكون فيها رقم الهاتف، على خاطر باش نبعثوا لهم لا ريفيرونس دو لا دوموند ونزيدوا نبعثوا لهم اجال والاجراءات معناها معالجه الملفات نتاعهم. هذا كاجراء اولي. ايضا قمنا بتعليق الاجال في جميع الخدمات، تعليق الاجال المودعه نتاع بطاقات استرجاع المصاريف، نتاع مطالب التكفل بالخدمات الصحيه سواء الموافقه المسبقه، كل اجال اللي معمول بها كارت وما ياخذهاش. فما ناس وفات لها الكارني نتاعهم الديلي نتاعو في يعطيك الصحه. هذاك كيفاش تعمل؟ بالنسبه للمنظومات العلاجيه الثلاث اللي فات الفعاليه نتاعها 31 ديسمبر 2019 تم تجديد بصفة آلية حتى يكشل آخر أفريل مغير حضور مضمون الاجتماع بصفة آلية. دونك عملنا قلصنا إمكانية التواصل المباشر بين المضمون الاجتماعي والصندوق. أيضا بالنسبة للفئة الخاصة عن المصابين بالأمراض المزمنة والليزابيسيست هذوما معناها والأمراض المزمنة والثقيلة، إعفاء المضمونين الاجتماعيين في حالة تجديد مطالب تكفل بالأدوية الخصوصية اللي ياخذوها من الصيدلية الخاصة من معناها الحال الحصول، معناها هما في العادة ياخذوا أكور بريالابل من الكنام، دونك في موافقة موافقة المسبقة من الصندوق، لا ينجم يمشي بالإجراءات للصيدلي معناها عبر وصفة طبية من الطبيب المباشر نتاعو ويتحصل على الدواء نتاعو دون الخضوع لإجراءات الموافقة المسبقة نتاع الصندوق، ومن بعد يتم استرجاع المصاريف نتاعو. لازم لوردونونس. لوردونونس الوصفة لازمة. إيش نقول لك؟ هذه إجراءات ترتيبية وتنظيمية. باش تخليكم منظمين من بعد وكل حق حد ياخذ. فيها تخرج بمراسيم يتم تنظيمها. وتوا كما قال دكتور جلال بوبكر. إي. كيما ينجمش. هو وصل كلم الفارماسيان بالتليفون قال له راني انا طبيبه وراه عنده هكا وهكا 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 ياخذ هكاك كيفاش تعمل؟ هو الصندوق اظن الصندوق باش يامن خدمات صحيه باش على ضوء مطالب، تبقى الاجراءات نتاعو الكل علقها بما فيهم اجراءات الموافقه المسبقه، معناها اللي ينجم المريض يتمتع بالخدمه ما غير ما يخضع الاجراءات الموافقه تاع الطبع نتاع الكنام ياخذ. اما الوصفه الوصفه تو مثلا انا نسكن في سليانة وكنت ونعدي في تونس هكا ولا تو ما نجمش نخرج من سليانة، الاختصاص اللي انا نعدي عليه مش موجود في سليانة، شنو نعمل انا وقت؟ شو الوصفه الطبيه هي تخضع لاجراءات ترتيبيه ومراسيم. شنو حلها؟ الصندوق راهو مفتوح لكل، يقعد ايجابي فعال لكل اقتراحات اللي باش تكون موجوده سواء من العماده والا من وزاره الصحه. انا فما اجتهاد، فما اجتهادات، هي تعرف مرحله خاصه وظرف استثنائي انه الصندوق باش يواصل في التفاعل ايجابي مع كل الاجراءات الاستثنائيه اللي يتم باش يكون فما ما بعد كوفيد اكيد افكتيفمون بالنسبه للرقمنا وبالنسبه السي ابو بكر قرا حكايه على الادويه الخصوصيه. الصندوق الان معناها خلى ابقاء لجان الادويه في حاله انعقاد متواصل تامن في 300 ملف يوميا نتاع ادويه خصوصيه نتاع شيميو نتاع ليزيموفيل هذوما لي فاكتور دو كوفيد فيتو معناها نتاع حياتيا 300 ملف يشوفوهم الصندوق ويمشيوا للمساحات الخاصه مساحات الضمان الاجتماعي للحصول على الأدوية. بعض الأدوية فما أدوية مش موجود. نعطيك حاجة الأدوية، ثم عندنا بعض الأدوية اللي عملنا سبقنا وخذينا إجراءات استباقية ونسقنا مع أقسام استشفائية
والمريض ما جاش جمله وصاروا لجان مشتركه، والمريض من بعد كما عزيز عثمان مثلا اللي ماتو يوصل له دواه للدار، معناها الادويه الخصوصيه نتاعو فماش لو ريسك دو سينيمون. هذوما شكون وصلهم؟ شنو سمعني؟ شكون وصلهم؟ يوصلهم عندنا صار كي نوع من الاتفاق مع الفارماسي نتاع السبيطار، كل مريض بعد ياخذ قرار الموافقه ياخذ ستوك نتاعو، والستوك نتاعو يوصل له لداره، هو بيدهم مرضى قاعدوا باتين، معناها امنا لهم معناها استمراريه حصولهم على العلاج. واللي ما عندوش دواء ما لقاش، واللي ما عندوش مثلا بالنسبه للمناطق تقول لي انت بعيده، تقول لي سليانه، تقول لي مثلا، وهذه لجان في بعض الاحيان كما قلت انت مركزيه، يقوم حاليا الصندوق بالتنسيق من بعض المستشفيات العموميه تبع وزاره الصحه باش يامن ايصال الدويات كيما سبيطار جندوبه مثلا وماشيين متوجهين لسبيطار نابل، ويخلط ثم اتفاقيات باش تصير، معناها مش اتفاقيات، هي اجراءات رابيد، معناها دي بروسيدور سريع انه المريض يوصل له دواه وين هو. احنا باش نعملوا وننسجموا مع جميع الاجراءات المتعلقه باحترام الحجر الصحي، المريض لازم توصل له دواه ولا الخدمه الصحيه وين هو موجود. اكيد ان شاء الله هذا يزم... اخر زاد يعطيها صحه البريد التونسي مدد في حاول تفهمنا، مش بتليش على البريد التونسي، لا والله عندنا لي غجيل البريد التونسي ولينا الوطني يلزم تنظيمها، تنظيمها حتى كي باش نقولوا للناس ناخذوا اجراءات النظم، والناس لازمها تكون بعيده على بعضها باش ما نطيحوش في هالبوم اللي باش يصير البومب المؤقته هذه. هو احنا كي اغزر لي ثم اجراءات خذيناها مع بالشراكه مع البريد التونسي مع الديوان الوطني للبريد التونسي، انه الحوالات البريديه بالنسبه لبعض الخدمات استرجاع المصاريف اللي فات مثلا تاريخ 31 مارس يتم تمديد بصفه اليا حتى اشعار اخر. باهي وصيه يجيب معاه يحضر معاه امنيين ويحضر معاه الناس تبعد الناس على بعضها باش ما يصيرش اكتظاظ ولا ابصعوا بالواحد في النهار ولا زوز في النهار. معنا عبر الهاتف دكتوره انيسه بوعسكر حتى نتحدث على اختصاص هام جدا اللي هو الامراض النفسيه والناس اللي عندها مشاكل نفسيه وتاخذ في ادويه نعرفوهم مش بالوصفه الطبيه فقط، وصفه وطابع وتصحاحه وشوف منين ومنين خارجه باش ينجموا ياخذوا هدويات هذوما. مرحبا بك دكتوره انيسه ابو عسكر اللي انت رئيسه خليه الاحاطه النفسيه بالنسبه لضحايا الكوارث، والرقم 80 10 50 50 عمل بوم زاد عندكم انتم. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بك وبجميع المشاهدين. شكرا على الاستضافه. اي انا كنت عديت معاك باش نعلن على الرقم هذايا، هو ما انت ما كانتش مفاجاه، لكن كمان ما كناش نتصوروا اللي للدرجه هذه، معناتها باش الرقم يرقى تجاوب مع العباد، واللي نجم معناتها نجم نعطيك الارقام الاولانيين نتاع 6 ايام اللي فاتوا من نهار اللي بدا الرقم يشتغل 30 مارس الى 4 افريل، يعني فما 52109 ابيل، معناتها الناس حاولوا يتصلوا بنا، دونك ما نجمناش ناخذوا لي زابيل الكل بيان سور، فما عباد استناو قصوا، فما عباد قعدوا يستناو، لا مويان يمكن اوتور دو 12 دقيقه 4 ساعه باش واحد ينجم يتحصل علينا، ينجم يتحصل في ساعه كيما ينجم يقعد، دونك اللي وصلوا يمكن 1695 واللي تعداو لل 900 نفساني ولا اخصائي نفساني هما 980 ابيل تقريبا، دونك 980 مكالمه ووصلت ووصل يعني من 52000 حاولوا 980 وصلوا احكيو مع بسيكياتر والا بسيكولوج والا فيتو. اكيد باش تكون بحذانا حتى نعملوا تحليل لخاصيه الناس هذوما. عندك 50% تقريبا 44% منهم ناس عندها مشاكل نفسيه بالفعل وياخذوا في ادويه. شنو هو الميساج نتاعك وشنو هو ربما ندائك للرئيس العماده الاطباء؟ احنا كل مره معناتها التدخل نتاعنا كخليه احاطه نفسيه هو وقائي. وقت يصير حادثه، وقت تصير كارثه، فما يعني امكانيه نتاع يعني اضطرابات نفسيه، كو سوسوا عبد ما عندوش حتى قبل انتيسيدون
ينجم اذا كان الضغط كبير ينجم يصير له معناتها تعكر في الصحه النفسيه نتاعو. خلي الناس اللي ديجا مرضى واللي ديجا تعدي واللي بسبب الحجر الصحي ما همش قادرين معناتها يتحولوا حتى يتحولوا يوصلوا حتى للسبيطار. الميساج اللي نجموا نوصلوه اللي المستشفى نتاع الرازي محلول ماهوش مسكر، يعني اللي الناس اللي نجموا يمشيوا ياخذوا دويتهم، ثم احتياطات قاعدين ياخذوا فيهم، يعني بالنسبه للتجديد الوصفات قاعدين يزدوا في الناس اللي ستابل، راهو يعني ما فماش كان الدم ولا التنسيون ولا التنسيون الدم ولا السكري هما امراض مزمنه، ثم زاده بارتي من الامراض النفسيه اللي هي امراض مش امراض نفسيه الكل، ما فما اون بارتي منهم اللي هي امراض مزمنه واللي هي لازمها ديما بالدواء، واللي القصان نتاع الدواء ينجم كما كنتوا تحكيوا تو في البلاتو على امراض اخرى، نفس الشيء بالنسبة لصنف من الأمراض النفسية اللي كي تنحى الدواء يعني يصيروا. استقترح يعني أنت دكتورة أنيسة أبو عسكر الوصفة اللي عبر الأنترنت، هل هي اليوم ضرورية في الظرف اللي يعني إحنا نعيشوا فيه؟ والا فما خوف حتى على المرضى، راهو مش سهل الادويه، كنا شفنا الامن كان عمل معناها عمل جبار بالنسبه للناس اللي قاعده تتاجر في الادويه هذه مخدرات. ثم حلول، احنا هذية وضع انيدي حاجه جديده، ميساج تعطيونا الحل خاطر بسرعه حتى يجاوبنا دكتور سليم بن صالح شنو ينجموا يعمل. التيلي كونسلتاسيون ممكن نجم نحطوا دي تيلي كونسلتاسيون، هذاك احنا شنو اللي نحاولوا، احنا نحاولوا اون اوريونت بالتليفون، لكن اذا كان نجموا نتواصلوا نعطيو وصفات ونضمنوا اللي الوصفات هذوكم ما يصيرش يعني تحويل نتاعها ولا حاجه بربط مع الفارماسي معناتها سي علاش لا. دونك فما حالات رانا تعرضوا لها الزملاء المشكورين اللي تطوعوا اللي هزوا التليفون، رانا يجيونا حالات في حالات قصوى معناتها هذيك دي غراند كريز دونغواس، انت تتخيل المراه تبكي وصغارها ما تنجمش تتلهي بيهم وصغارها يبكي وانت تسمع فيهم في التليفون وتعرف اللي تنجم تعطيها الدواء اللي نجم يفرهدها في الظرف معناتها هذيك وما تنجمش معناتها يا معناتها مشكله. دونك بالنسبه لي المرضى نتاع انا المساج نتاعي زاد المرضى اللي يمشيو للسبيطار الرازي المستشفى الرازي، واحنا زاد باش ماشي عطيونا الرازي معناتها ارقام نحولوا الارقام هذوكم يعني اللي يجوا يكلمونا على اللين على الخط الاخضر نحولوهم كل واحد للرقم يعطيكم الصحه انت باش يوجهوا انت وكل الفريق الونداء نتاعك وصل. دكتوره انيسه ابو عسكر نشكرك على تدخلك واكيد انك باش تكون حاضره بحذنا وشابو ويعطيهم الصحه اللي قاعدين يشتغلوا معك. دكتور باش تاخذ كلمه الختام عندك انت، شنو حلها بلي زوردونونس اللي اي اوردونونس معناها عبر الالكتروني، التليفون ما يقضيش وحده ابارمون مع الفارماسيان، فما على خاطر في خاصه في الدواء فما انواع الادويه، فما تابلو ا آه وبي وسي، فما ادويه اللي نجموا نعطيهم حتى بلاش اوردونونس معناتها حتى بالتليفون ينجم يقول لك اعطيه الدواء الفلاني والفلاني، لكن احنا ماذا بينا فما ادويه ما ينجمش يعطيها على خاطر فما مسؤوليه والمسؤوليه هذه فما ناريتي ديكري مش يخرج حاضر اون ايت ان تران دو لو فيناليزي مش يخرج باش نجم اخر الاسبوع هذا ان شاء الله. شنو الحل تراتيني مثلا الحل هو هوا كيفاش معناتها اولا الوصفه الالكترونيه مش تتقبل فهمت، لكن نطلبوا من الناس اللي عندهم هما ياخذوا في ادواء هما معناتها النفسي معناتها حياتيه سيكوتروب لي سوبستانس فينينوز هذوما فيهم قانون وفيهم وصفات هي سبيسيال معناتها ياخذوا فما وصفات ياخذوها يلزم يخليوا منها نسخه تقعد عند الصيدلي. الناس شنو نطلبوا منهم انه يمشيوا لنفس الصيدلي اللي مستنسين يخدم منهم على خاطر هو يعرفهم تقعد عنده كوبي دونك ينجم يشوفها. والحاجه الثانيه بالواحد بتاع الكنام هذه الورقه بتاع الكنام يعطيه الكود ينجم يدخل على خاطر توا بهذه الكارته الجديده بتاع الكنام هذه النجم يشوف شنية الادويه اللي خذاها في الاشهر السابقيه الهيستوريك معناها التاريخ باش ما يخرجش على الاكستوريك هذاك ويجدد له مده شهر بالشهر بالشهر حتى لين معناتها نخرجوا من هالازمه هذه والناس الكل تاخذ دواها وينجم يبعث معناتها حد اذا كان هو ما ينجمش يخرج يبعث حد من العائله لكن يعطيه الكارته ويمشي للصيدلي اللي هو واخذ الدواء من عنده من قبل. انا اللي يعجبني في هالبلاتوات اللي فيها الدكاتره والمختصين والخبراء والمسؤولين انه ما فماش مشكله
فيهاش حل. هذا الكل وهذا معناتها قادرين تطوط فهمنا احنا معناتها العماده. انا الاولى اللي ناخذ الورقه هذيك بعد ما يتصح يتصادق عليها. ولا شكر جزيل ليك دكتور سليم بن صالح على قبولك الدعوه وعلى التوضيحات اللي تقدمها في كل مره تحضر معنا، وانت باش تكون حاضر معنا في برشا حاجات حتى نتفادى المشاكل. شكر جزيل ليك دكتور رياض قيسي على قبولك الدعوه وحضورك معنا، ايضا باش نحتاجك مره اخرى وتكون حاضر معنا كذلك. شكر جزيل ليك دكتوره رفله تاج دلاجي على ما قدمته اليوم، وبالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. وكلمه ايضا اخيره معاك دكتور الياس مشكور على قبولك الدعوه وحضورك معنا، تفضل. بارك الله فيك. جوست حبيت نقول للحفاظ على الاطار الصحي وشبه الصحي، قامت الجمعيه التونسيه لمقاومه داء المفاصل بالتبرع ب 40 الف دينار لشراء السور بلوز مستلزمات صحي، وقمنا بتوزيعهم على كامل المستشفيات. يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا لك دكتور الياس بوعجيله. هكا وصلنا الى نهايه حلقتنا، خليكم في الدار حتى تحافظوا على رواحكم وعلى اهليكم وعلى تونس. الى اللقاء.